80% من الأسر المصرية بتجبر البنات على الحجاب، معنى كده اللي بترتدي الحجاب باقتناع هم نسبة 20%. ده أنا أفهمه كده، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. هقول لحضرتك حاجة، هو بالتأكيد أن الفتاة أولا هي بتنشأ في مناخ، ده في ناس دلوقتي بيحجبوا بنتهم عندها سنتين ثلاثة، فهي بتنشأ في مناخ أن من غير الحجاب أنا إنسانة مارقة وما عنديش فضيلة. يعني طبعا يعني هي بيخلقوا في دماغها ان اللي مش لابسه حجاب منحله. بالظبط كده، منحله. ده المفهوم. فالبنت بتنشا بهذا المفهوم، فانا بعذر البنات اللي هم مقتنعين تماما انهم لازم يلبسوا الحجاب، انا بعذرهم. بعذرهم لانه نشأوا في هذا المخ. انا شفت من سنتين كده ممثل كبير. ممثل كبير، كبير يعني كبير في المقام وكبير في السن. مصر، في مصر؟ مصري. تمام. وحاطط على حجره حفيدته. حفيدته عندها بالكتير سنتين، بين سنه ونص وسنتين. طب ايه المشكله؟ حاططها على حجره وملبسها الحجاب. ممثل؟ لا مش فاهم. ايوه يعني ممثل وكبير وجد ولبس حفيدته سنتين. هقول لك اسمه بما انه هو ظهر في التلفزيون وبيحتضنها وفخور بيها جدا. هو مين؟ الاستاذ رشوان توفيق. ارجع للتلفزيون. لا استحاله. انا ده انت متاكد حفيدته؟ استاذ احمد ارجع. انا اعرفه علاقه شخصيه، اذا كانت بنته مش محجبه. ارجع. لا كان يعني هو كان مش محجب بنته، هيحجب حفيدته؟ انا ما اعرفش محجب ولا مش. لا مش محجب. هبه رشواني على ليه كبيره ومعانا يوم الثلاثاء. طفله عندها سنتين. ده فين شفته؟ فين؟ في التلفزيون المصري. يعني لا في برنامج ولا في تمثيليه؟ لا 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 في برنامج. في برنامج وقعت حفيدته وهي لابسه حجاب؟ بس هي بنته مش حفيدته انا ماليش دعوه ببنته. انا بقول لك اللي انا شفته. كانت محجبه وكان فخور بيها جدا. بيقول ايه بقى بفخر؟ بيقول ايه؟ بيقول يعني حبيبتي ايه يعني لابسه حجاب. لابسه حجاب. ايوه الفنانه رشوان توفيق.